السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي. النهاردة في فيديو جديد هنتعلم مع بعض نعمل جراب الموبايل الجميل ده. ممكن لو كبرتيه شوية ينفع الجراب تابلت أو ينفع كشنطة. بصي شكله ظريف جدا وطريقته سهلة قوي، هنتعلم مع بعض نعمله خطوة بخطوة. خليكي معايا وتابعي لآخر الفيديو. علشان نعمل التصميم بتاعنا حبايبي، أنا هنا محتاجة الموبايل اللي هاخد عليه المقاس، وعندي بواقي خيوط من إليزا ديفا هستعمله. هو خيط قطن بس انا هستعمله مجوز على فتلتين، فانت لو عندك خيط سميك استخدمي يعني على فتله واحده، انما لو عندك خيط رفيع يستحسن انك تستخدمي على فتلتين عشان ما يبقاش الشغل ضعيف معاكي، يبقى ماسك نفسه شويه. انا كنت شرحت لكم قبل كده في فيديو ازاي نستخدم خيط مجوز من بقره واحده، فانا هعيد عليك الشرح تاني علشان اللي ما شافهاش. دلوقتي احنا لما بنفك البقره بنفكها من هنا مثلا اهو، من البدايه من بره اهو، بقى عندي هنا بداية الخيط بتاعي، عندي هنا اهو بداية، باجي من جوه الخيط من جوه هتلاقي بداية تانية اللي هي تعتبر نهاية الخيط اللي اول ما بنشتغل بنبدأ منها بالشكل ده. حبيبي عندي فتلة من جوه البقرة وفتلة من بره البقرة اللي هي بداية البقرة ونهايتها، باخدهم مع بعض كده، بحط الطرف على الطرف وابتدي اشتغل بيها. طريقة سهلة جدا وتفضل معاكي بقى تشتغلي لحد ما تخلصي شغلك. تمام، بعمل عقدة البداية بتاعتي اللي انت متعودة تعمليها بأي طريقة تحبيها. انا هنا بشتغل بإبرة مقاس 2.5، ببتدي اعمل مجموعة من السلاسل واجيب الموبايل بتاعي واقيس. انا عايزه اعمل السلسله ما تكونش قد الموبايل بالظبط، تكون قبله بسنتي كده. ليه انا هعمل كده؟ علشان لما هشتغل والشغل هي بعد كده هستخدمه ويمط معايا يبقى مقاسه مظبوط، ما يبقاش واسع كده على الموبايل، لا انا عايزاه يبقى ماسك عليه. ماشي، فانا هعمله. بصي هنا طلع قده بالظبط، لا انا هقلل كمان غرزتين عشان انا عايزاها يعني هنقلل بسنتي كده. تمام، انا عايزاه مقاسه كده، مقاسه كده، في فرق السنتي ده، شايفاه؟ انا عايزه المقاس ده، فانت اشتغلي حسب المقاس بتاعك اهو. بصي لما هشدها كده هتيجي مقاسه بالظبط، هو ده اللي انا عايزاه. تمام كده، يا رب تكون ايه الفكره وضحت. خلاص كده، بعد كده انا برتفع سلسله واحده وبمشي الدور ده كله حشو، بسيب اول سلسلة وبنزل في التانية وبعمل حشو واللي بعدها حشو. البنات المبتدأ اللي مش عارفة الحشو بنزل كده في الغرزة اسحب خيط واطلع واخد لفة واطلع الحلقتين من على الابرة وامشي كده طول السطر. هخلص السطر وارجع لك عشان ما اطولش عليك الفيديو. وصلت هنا لاخر الدور، اخر سلسلة دي هعمل فيها 3 غرزة حشو مع بعض، يعني مش واحدة بس. عملت 3 حشو، بتدور بقى على هشتغل على الناحية التانية من السلسلة، باخد الخيط معايا كده وبدخل في اول سلسلة هنا عملتها وبعمل حشو برضو، وهمشي الدور ده برضو كله حشو في السلسلة. الحلقة اللي هي الخلفية اللي انا سبتها دي واشتغلت في الاولانية او بعمل بقى ايه في الحلقة دي، بمشي على الحلقة الخلفية دي بمشي عليها كله حشو. وصلت هنا لنهاية الدور وباجي في الحلقة الأخيرة دي وبعمل فيها 3 حشو زي ما عملت في الجنب الأولاني. خلصت 3 حشو، بعمل بقى منزلقة في أول غرزة عملتها،
عشان اقفل الدور بتاعي. عايزه اقول لك ملحوظه، دلوقتي انا عامله غرزه حشو عشان انا بعمل جراب لموبايل، الموبايل رقيق صغير، انما لو انت حابه تعملي بقى جراب لتابلت او حاجه اكبر من كده، او حتى تعمليها شنطه، فانت بتعملي بدل الحشو نفس الخطوات، بس بدل الحشو غرزه عمود. تمام. طيب انا حابه اشتغل بقيه النموذج اللي عندي بغرزه النص عمود، انت حابه تعمليها عمود، حابه تعمليها باي غرزه بعد كده، ده الاساس، والغرزه اللي بعد كده من اختيارك انت، بس انا هعملها نص عمود. واحنا عارفين ارتفاع النص عمود بيبقى 2 سلسله، فهرتفع 2 سلسله وهشتغل نص عمود بس في الحلقه الخلفيه دي، الحلقه اللي ورا دي، دي اللي هشتغل عليها اهو بالشكل ده. يعني احنا عاده بندخل كده عشان نشتغل، لا انا هنا هشتغل في الحلقه الخلفيه. ليه بعمل كده؟ عشان يبدا يتدور معايا ويترفع معايا الشغل كده. تمام. باخد لفه على الابره وبنزل في الحلقه الخلفيه، اخد لفه واطلع اسحب الاثنين مع بعض اهو بالشكل ده. هبتدي امشي كده الشغل كله داير ما يدور لحد ما اوصل لنقطه البدايه، هشتغل كده 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 لحد ما اوصل لنقطه البدايه. وصلت هنا لنهايه الدور ومليش دعوه بالجزء اللي انا اشتغلته ده، بروح على طول لاول غرزه طلعت بيها من هنا وبعمل منزلقة، برتفع 2 سلسلة وببتدي امشي فوق كل غرزة تقابلني، بشتغلها غرزة النص عمود العادية بتاعتي العادية خالص، بس بنزل بقى في حرف الفي نفسه. يعني احنا كنا شغالين هنا في الحلقة الخلفية، لا بنزل خلي الفتلتين اهو حرف الفي فوق الابر، مش فتلة واحدة بس، وهبتدي اشتغل الدور ده كله كده في الدوران كله. هشتغل في الدوران لحد ما ارجع لنقطة البداية اللي ارتفعت بيها هنا. وصلت هنا خلاص لنهاية الدور وبقفل في اول نص عمود عملته بمنزلقة، برتفع 2 سلسلة الارتفاع وبكمل بقيه الدور، بمشي داير داير كده اعمل عدد من الادوار لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، بس بقيس في الاول طبعا الجزء اللي انا عملته ده وبشوف هل انا ماشيه صح ولا وسع مني ولا ايه النظام، فانا لاقياه كده حلو ومناسب اهو مقاسه بالظبط، هبتدي على الاساس ده هكمل بقى بقيه الادوار. وهنا بعد ما اشتغلت عدد من الادوار الطول اللي انا عايزاه اللي هو لما اقيس عليه الموبايل الاقيه مقاسه بالظبط، فانا هنا اهو لاقيه مقاسه بالظبط، فهوقف لحد هنا وهقفل الدور بتاعي. هنعمل النص عمود بتاعتنا وهقفل هنا بمنزلقه في اول ارتفاع عملته. انا عاده لما بنهي الشغل المفروض بعمل سلسله كمان يعني امان وقص، لا انا هنا مش هعمل سلسله الامان عشان انا عايزه اعمل دور من الحشو ازين بيه اطراف الجراب، فانا لو قفلتها فالغرزه هتبقى ضيقه معايا فمش هعرف ان انا اعملها، فهروح افكها على طول كده وهبدا اعمل بلون تاني مختلف عشان ازين بيه الجراب بتاعي. هدخل من هنا كده واسحب الخيط اعمل سلسلة وارجع في نفس الغرزة انزل اعمل حشو، وهاخد الخيط ده معايا انضفه وانا ماشي، وهعمل في كل الغرز حشو بتديها شكل حلو وتزينه وفي نفس الوقت بتخليه متماسك. همشي الدور ده كله غرز حشو. وصلت لنهاية الدور وبقفل بمنزلقة وبعمل سلسلة أمان وبقص الخيط، طبعا الخيوط دي كلها هننضفها وده الشكل النهائي بتاعه. طيب أنا حابة هنا أزينه هعمل له جيب عشان الجيب ده هحط فيه مثلا هاند فري أو الشاحن بتاعي أو أي حاجة عايزة أعينها فيه، جيب اللي هو بنفس لون الخيط الفاتح اللي أنا عملت بيه الأطراف فوق، وهعمل
العقدة السحرية بتاعتنا، الدايرة السحرية اللي هنعمل جواها الغرز بتاعتنا. برتفع 4 سلسلة، 3 4، الأربعة دول بمثابة أول عمود، والسلسلة الرابعة دي المسافة ما بين العواميد، عشان أنا هعمل عمود ما بينهم سلسلة، همشي كده على طول. يعني عملت عمود سلسلة وعمود وسلسلة، هعمل عدد من الأعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة. أنا هنا عملت 11 فراغ، الفراغ رقم 12 اللي هو ايه هيتكون لما اشبك في نهايه، لما هقفل الدور هيتكون عندي الفراغ رقم 12. فانا هقفل كده السلسله بتاعتي الدايره، وهعمل وعملت سلسله اللي هي ما بين الغرز، وهبتدي هقفل هنا بالمنزلقه بتاعتي، فتكون عندي ايه الفراغ رقم 12. هعد طبعا الفراغات دي كويس، واتاكد طبعا ان هم 12 مظبوط عشان المربع يطلع معايا مظبوط. طيب بعد كده برتفع ب3 سلسلة، وببتدي اعمل في كل فراغ من الفراغات دي غرزة الكلاستر، اللي هي كنت باخد لفة وبنزل في الفراغ، اخد لفة واطلع، كاني بعمل عمود بالظبط بس ما بكملوش، باخد لفة واخرج حلقتين بس من على الابرة، واكرر كمان مرة اخرج حلقتين بس من على الابره. هعمل لحد ما يبقى عندي 4 اعمده، انا عندي هنا العمود الاصلي، هعمل كمان 3، ده الاخير اهو، اخرج حلقتين من على الابره بالشكل ده، واقوم سحباهم كلهم واعمل 3 سلسله، وهنزل في الفراغ اللي بعده واعمل برضو كلاستر، اهي عمود وما بكملوش، انزل اخد لفه واخرج حلقتين بس، لفه وهنزل واخرج حلقتين بس. كده عملنا 3 أعمدة، لسه العمود الرابع أهو معانا أهو، بخرجهم كلهم مع بعض من على الإبرة كده، وبعمل 3 سلاسل، وانزل في الفراغ اللي بعده وأكرر نفس اللي بعمله. أهو بالشكل ده، وأعمل 3 سلاسل وأكمل الدور كله بالشكل ده. لازم في النهاية يطلع عندي 12 ورقة من دي. عملت هنا خلاص آخر غرزة معايا، وعملت 3 سلاسل، وبقفل بمنزلقة الدور بتاعي. بقت معايا الوردة بالشكل ده، أعد كويس وأتأكد إن هما 12 ورقة. بعد كده هطلع 3 سلسلة، وهبتدي هعمل الزوايا بقى، اللي هو هحول الدايرة بتاعتي دي لشكل مربع. فهبتدي هعمل زاوية في أول فراغ يقابلني هنا، اللي هي عبارة عن إيه الصدفة اللي احنا بنعملها، اللي هي 3 أعمدة. الارتفاع ده العمود الأول، عملت تاني عمود، بعمل تالت عمود، وبعمل 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ وأعمل 3 عمود. بالشكل ده اتكون عندي اول زاوية. بعمل 3 سلسلة، وبنزل في الفراغ اللي بعده وهعمل حشو، و3 سلسلة، وبرضو هعمل حشو هنا. انا بمشي للمكان اللي انا هعمل فيه الزاوية التانية، 3 سلسلة، وباجي هعمل هنا بقى الزاوية التانية اللي زي دي. ادي اول عمود، 2 3، و2 سلسلة، و3 عمود في نفس الفراغ، وهكمل ال4 زوايا بالشكل ده. بمشي 3 سلسلة واعمل حشو، و3 سلسلة وهعمل حشو، و3 سلسلة، وابتدي اعمل زاوية، وهمشي اكمل بقية الدور بتاعي بالشكل ده. هقفل خلاص الدور بتاعي بتالت سلسلة هنا، وهعمل المنزلقة. تمام، انا هنا خلصت، بس حاسة انه لسه صغير، يعني لو حطيت كده الجيب بتاعي صغير فهكبره، فهضطر هعمل دور تاني زي اللي انا عملته ده. فعشان اوصل للزاوية دي فهمشي بغرز منزلقة على الغرز كده لحد ما اوصل للفراغ. وصلت خلاص لاول فراغ، وهبتدي اعمل في كل زاوية زاوية، هطلع 3 سلسلة
وهعمل صدفة جوه الصدفة، صدفة تاني نفس اللي عملتها، اللي هي 3 عمود واتنين سلسلة وتلاتة عمود في نفس الفراغ. بعمل هم برضو التلاتة سلسلة، وهنزل في أول فراغ هنا وأعمل حشو، 3 سلسلة وحشو، 3 سلسلة وحشو، 3 سلسلة، وهروح للزاوية في الفراغ ده وأعمل زاوية تانية جواها. وهكمل الدوران كله بنفس الشكل ده. خلصت خلاص الدور بتاعي وهقفل ومنسلقه. انا هنا شايفه ان المربع ده مقاسه مظبوط، يعني انا عايزاه كده تمام جدا. تمام، ممكن اشتغل في الدوران ده غرز بقى من الحشو. ليه؟ عشان هثبت فيها منها، هثبت فيها في الجراب، هثبتها في الجراب وبنفس الوقت يديها شكل جمالي. فانتي على حسب بقى طبعا المقاس اللي بتعمليه، لو هتعمليه لشنطه او تابلت او مقاس اكبر، بتمشي نفس الخطوات دي، تمشي عادي وفي كل زاويه بتعملي زاويه لحد ما يكبر معاكي ويوصل للمقاس اللي انتي عايزاه. فهنا هبتدي همشي فوق كل غرزه غرزه حشو، بنزل في اول غرزه تقابلني واعمل حشو، وفي اول غرزه واعمل تانية غرزه واعمل حشو، جوه السلاسل دي بقى الفراغ ده هعمل جواها 4 غرز حشو. علشان ما يشدش معايا ويديني الدوران مظبوط. بعد كده هنزل فوق كل غرزة من دول اهو هعمل حشو، وفي الفراغ هنا وهعمل برضو حشو، 4 حشو في كل فراغ، هعمل 4 حشو. همشي كده لحد ما اخلص الدور كله، هعمل في الفراغ 4 حشو، وهاجي برضو في الزاوية واعمل 4 حشو، وفوق الأعمدة كل عمود هعمل فوقيه حشو. وهنا بعد ما خلصنا غرز الحشو بتاعتنا، شايفين بقى شكلها جميل ازاي. هنا خلاص انا في نهاية الدور، وهعمل منزلقة في اول حشوة عملتها، وهعمل سلسلة أمان، وهبتدي أقص الخيط بس على مسافة طويلة، يعني هسيب مسافة طويلة عشان نفس الخيط ده هثبت فيه، بدل ما أشبك خيط ويبقى فيه عقد ويبقى شكله مش ظريف، لا أنا هقصه على مسافة طويلة وهنهي بيها الشغل كده أو بالشكل ده. ونفس الفتلة دي أنا هثبت بيها، هحط الشغل كده وهمشي، هجيب بقى إبرة التنظيف العادية بتاعتي اللي أنا بنضف بيها، وهلضم الخيط في الإبرة وهبتدي هروح للزاوية دي وهشبك من عندها، علشان أنا عايزة الجزء ده مفتوح، فأنا هثبت في الدوران بس هسيب الجزء ده مفتوح عشان لو حابة أعين فيه هاند فري أو أستخدمه، يعني ما يبقاش مقفول. فأنا همشي في الغرز كده لحد ما أوصل للزاوية بتاعتي، واحدد اشوف انا عايزه الجراب فين، عايزاه في النص، عايزاه تحت، انا هثبته هنا اهو علشان انا لسه هعمل هنا شراشيف، فانا عايزاه فوق شويه كده مش عايزاه لتحت قوي. تمام، فهجيب معايا بقى الدبابيس ولا اي حاجه علشان اثبته معايا عشان ما يتحركش مني لا يمين ولا شمال، ويبقى ثابت ما يتعوجش مني وانا شغال. هجيب دبابيس كده وهشبكه كده معايا عشان اشتغل بقى براحتي. بالشكل ده مظبوط، لا يمين ولا شمال ولا معوج من تحت، لا كله تمام ومظبوط معايا. هبتدي هجيب بقى، هدخل هنا في الحرف الفي اللي ورا دي اللي هبتدي هشبك منها. قلنا هنثبت دوران بس ما عدا الجزء ده هنسيبه، فهبتدي همشي كده 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 لحد ما اقف عند الزاوية دي. تمام، يعني دي اول زاوية هشبك فيها ودي اخر زاوية
هشبك فيها. هاجي بقى هنا هنزل في الشغل نفسه، في الجراب نفسه اللي هو اللون البيج ده، وهطلع من الحلقة الخلفية لحرف الفي وهثبت. هخيط خياطة عادية خالص اهي. بصي هنزل هاخد من على الطرف، ما اغوطش قوي عشان ما اخدش الطبقتين اخيطهم في بعض، ما اعرفش ادخل الموبايل. لا، باخد على الطرف كده الغرزة من على الطرف كده، ومع طرف حرف الفي من هنا، وهثبتهم مع بعض واشدها جامد عشان ما يبانش الخيط معايا. بصي اهو الشكل ده. هنزل هنا اللي بعدها على مسافة بعدها كده، وهدخل في حرف الفي واخيط. غرزة غرزة كده هاخد كده واخيط، غرزة من الجراب وغرزة من المربع. اهو شايفة ازاي، هكمل بالطريقة دي كل الشغل لحد ما اوصل للجزء ده. خلصت خلاص وبأمن على الشغل بتاعي، بعقده كويس جدا، وبدخل بقى الخيط ما بين الغرز كده عشان هقصه. وبكده خلاص انا خلصت الجيب وثبته، وبقى هنا اهو عندي بالشكل ده. طيب الخطوه اللي بعد كده انا عايزه اعمل هنا، بصي انت حابه تركبي زرار، اوكي ركبي. انا هنا حابه اعمل زي خرز بشراشيب كده يديله شكل ظريف، فهجيب خيط وابره. بعمل ايه؟ بحدد المكان اللي انا هدخل فيه، واجيب الخيط الابره العاديه بتاعه الخياطه، وهثبت فيها هنا من ورا من الظهر كده، هعقدها عشان ابتدي اثبت فيها الخرز. انا هنا جيت دخلت الخرز بتاعي اللي هيديله شكل كويس، يعني انا شايفة ان ده اظرف من الزرار. انت حابة تعملي زرار اعملي. ثبت خلاص الخرز دوت، وبجيب الشرشيبة بتاعتي برضو، بدخل في الحلقة اللي انا عملتها دي اللي هي مجموعة الخيوط دي عشان اثبتها مع بعض عشان الخرز ما ينزلش معايا، وهبتدي هلفها كده، هثبت الخرز مع الشرشيبة نفسها كده، وهبتدي هطلع تاني في الخرز عشان ايه اطلع بقى الخيط منها، وهبتدي اقصرها بقى اشوف انا عايزاها ايه المقاس بتاعها فين. هي طبعا كده طويلة جدا، فبقصها واظبطها. تبقى بالشكل ده معايا يعني شكلها ظريف، وفي نفس الوقت يعني بديل الزرار مديالها شكل حلو. هقصرها كمان شوية عشان شايفاها طويلة جدا بالشكل ده، وهرجع الخيط بقى بتاعي واثبت عليه اشبكه في الشغل نفسه في الجراب نفسه. اهو هطلعه من ورا من الجراب، وهبتدي اعقد عشان تبقى ثابتة معايا ما تتفكش مني. اهي بظبطها بقى كده، لو في شرشيبه طالعه ولا حاجه بظبطها، ودي هتبقى بمثابه الزرار بتاعي. طيب هنعمل العروه ازاي؟ هاجي بقى بنفس طبعا اللون الخيط الفاتح بتاعي اللي انا شغاله بيه، وهبتدي احدد مكان العروه من هنا. يعني انا عامله اللي يعتبر ده الزرار بتاعه من هنا، هبتدي هنا في النص هنا، هاجي من تحت هنا في اول غرزه هنا اهو العمود، وهبتدي اعمل اعمده قصدي اسفه، هبتدي اعمل عدد من السلاسل لحد ما اشوفها هتوصل معايا لفين. اهو بعمل سلاسل عاديه خالص كده، اهي انا شايفاها كده مظبوطه، فهفك كام سلسله زياده دول، وهبتدي ادخل في اول الغرزه اللي عملتها دي برضو عشان اثبت الخيط معايا. بعمل سلسله امام وبقص الخيط، وببتدي اثبت الخيط ده، هنضفه وهدريه طبعا من جوه، وبقت معايا بالشكل الجميل ده. الخطوة اللي بعد كده ان انا حابة اعمل شراشيب، فهقص مجموعة من الخيوط كده
وهاخد كل مثلا ايه 4 خيوط مع بعض، مثلا 4 خيوط مع بعض هنا. بجيب الابره بتاعتي، احدد مثلا هعمل هنا وهنا وهنا، هحدد المسافات اللي هعملها. فهدخل هنا ما بين الغرز دي، الخيوط كلها معايا عديها من الغرزه دي تمام، واعمل عليهم سلسله. هي دي بمثابه ايه العقده اللي هتمسكها لي اهو بالشكل ده، واشدها كده اقعد عليها كويس. وفي الاخر طبعا هقصرها، هشوف انا هعملها ازاي. هاخد كمان واحده مجموعه من الخيوط كده، 4 خيوط قدهم بالظبط، هبرمها كده واتنيها بالنص، وهحدد مثلا انا عايزه الشرشوبه اللي بعدها مثلا هنا في الجزء ده. هدخل بالابره بتاعتي كده وهسحب مجموعه الخيط بعد ما قسمتها 2 قد بعض كده كده، بمسكهم كلهم مع بعض كده وبعملهم زي سلسله مع بعض كده اهو بالشكل ده، واربطها كويس. هعمل كده بقى كل المجموعه اللي انا عايزه اعملها. وفي النهايه حبايبي بعد ما قصيت الشراشيب وسويتها، بقى عندي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، جراب شيك جدا، ولو شنطه هيبقى شيك جدا. خلاص يا حبايبي انا خلاص كده، الجراب زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا. حابه تعملي لها سلسله من نفس الخيط، بس تعمليه بقى على 4 خيوط عشان يبقى جامد معاكي، اعملي. حابه تجيبي سلسله زي ديت اللي بيبقى ليها جناشات كده بتمسك في الجراب نفسه، فهتبقى حلوه برده جميله وشيك. انا هشبكها هنا كده اهو بالشكل ده، من الجنبين، من الجنب ده ومن الجنب ده. بالشكل ده بتبقى عندي شكلها جميل وظريف جدا. احط فيها الموبايل بتاعي، والجراب ده احط فيه الهاند فري بتاعي، او لو عندك شاحن رايحه في مكان عشان ما يضيعش منك. بالشكل ده بيبقى شكله ظريف وجميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولينا لقاء ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة.